والله طارق عم تجبر بخاطره، ما بعرف ما بعرف يا اخي، ما انا يعني لاني بعرف بعرف شخصيتها لوجدان، فما في ما بعرف بلحظتها شو كانت عم تحس. اوكي بالحلقه اوكي تحليلك مظبوط. ما بعرف ما بعرف بلحظتها شو كانت عم تحس. ممدوح ممدوح تعرفك على ممدوح لا دعوة لا خي في شاب لحظة قبل سوري في شاب برج الحمل عرفت كيف هو يعني هيك شاب رايق شاب هلا هيدي عم نحكي اليوم هلا شاب كلاس اوكي انا كاتب كاتب انا بالنوتس عندي اللي كنت هقولها للعالم شو اكثر شيء لفتك ب بممدوح فوته اكابريه كلاس يعني ليك انا حكيت عنه باللايف اليوم قلت انه ممدوح حبيبي انت لا لي قلت ممدوح حسيته تقيل وان شاء الله ما يكفي بالتقيل تبعه هيك حسيت ممدوح بالدخل تبعه تقيل شوي برو شاب ضعيف على فكره لا هلا انت عم هيك حكيت والله تفضل سيد ممدوح كيفكم شو الاخبار اول شيء هون بيسالوني على حبيبي انا ما قديش وزني منيح ما بيسالوا الواحد قديش وزنه يا حبيبي والله ليك حسيت بالحلقه ليك بدي اسالك سؤال بليز الثياب مين منقي لك تمام مين الثياب الثياب هلا انا الي تبعاتي تمام انا جايبها معي بس انا مو هدول اللي كنت انا بدي فوت فيهم كنت جايب بغير ستايل بس شلحوني قالوا لي لا مو هذا الستايل بس هذا الستايل بدنا شيء فرح اكثر او هيك انه شيء يدل على الصيف اكثر لا حلوين كانوا كثير حلوين فردت لهم فردت لهم الشنطه كلها قاعد ينقوا لي قام شاف هذا عم يسال لي اوه تشوكو زاد لا حلو قام خلص حلو القالب غالب يا حسين القالب غالب يا خيي القالب غالب على راسي والله بس عنده مشكله بالفوت كان حسيته ثقيل شوي ان شاء الله بالحلقات بشوف هيك بدي اشوف مزح من ممدوح طب ما بعده فايت يعني لا شخص انا كنت عم وزع ضحكات كثير بالعكس ما فرجونا هالمشكله ما فرجونا اياهم كثير بعد بعدك فايت بس في شغلات قطشوها يعني بصراحه انا استغربت يعني هيك شغلات مثل انه يعني غزلت البنات قلت لهم مين الايدين الحلوه بدهم يجيبوا لي فنجان قهوه قامت وجدان قالت لي انا حجيب لك فنجان عامل لك فنجان قهوه جابت لي اياه صاروا يسالوني اوبن مان ما اوبن مان انضحك انزح كل هدول خاصين مع اني ليك ما فيهم ياخذوا ال 24 ساعه بس انت ما فت يعني ما لك ربع ساعه كانوا لازم يحطوا لك كل شيء مزبوط كانوا لازم يحطوا انا جديد حط هلا بالحلقه القادمه انه ما حطوا انه اي شيء ظهور لي معني انا جديد لازم ركز ما ما بعرف مستعجل كان ممدوح خيي ليش اجى قبل ريتا ما فهمت دائما ريتا هي بتجيب العالم لا ما ما فهمت انا احذر شو انا اول شيء كانوا بدهم يفوتوني بحلقه الدعاء تمام فركبوا لي المايك ووقتها شفتهم عم يتخانقوا عم تقول دعاء انه انا كان بدي استنى الشاب الجديد وهالقصص لكن شفتهم عم يعيطوا وما كنت عم احطهم على الشاشات يعني فركبوا المايك قالوا لي انتظر خمس دقائق فوتات عم شفتهم شو عم يحكوا وتخانقوا مع بعض فجاه غير رايهم خذوا مني المايك قالوا لي لا روح على الغرفه اقعد انطر ما بعرف يمكن ما عم بعرف ما معي لا وقت لا موبايل لا شيء اخذوا كل شيء مني وقعد هيك اجت لنا عوسه فجاه بعد قال لي تعال يلا لباسوني المايك يلا فوت وين بدي فوت؟ تقريبا بعد شي ساعه ونص لفتت مزبوط هيك تقريبا حسين قال فؤاد ما بده يطلع معنا ما بده يطلع طيوب فؤاد انا ما يعني حتى لو ما بده يطلع معنا انا ما راح اغير فكرتي عنه فؤاد طيوب صراحه ليش شو فؤاد ما بده يطلع شو بخاف يا خيي من المنتقدين عنده مشكله مع المنتقدين لا ما حانتقده انا بالعكس لازم يكون ما عنده مشكله والله يا حسين انت بتنتقده لا والله انا بعرفك يا حسين بحبه كثير والله كثير بحبه هو بضل يقول لي بس حسين بليز اعذرني اذا حسين موجود ما فيني لا لا بالعكس سام لا لا حلو بس شو هالرواء ممدوح والله عن جد شو هالرواء اللي انت فيه والله شو هالرواء خلص انا هيك السالي رواء ما بحب هل هي ايه كمل كمل الستريس والقصص يعني انا بصراحه لما لا وقت شوف بعدين كل الحلقات ستريس كل الحلقات مشاكل يعني البنات بس هيك عقلهم بالمشاكل مو عن جد بالحب والقصص مظبوط هذا الشيء بيأثر يعني انت جاي بتتسلى تغير جو تعطي انطباع يعني قد ما كان
شوي يعني انه خلص مو على كل كلمه حدا حكاها بدي اوقف عليها وعلق عليها. هنا كثير بزودوها بصراحه. انا مو هذا السايق كثير بعبر بقطه وسايق انا خلص تمام ما بتبادر بالمنيح. انا برايي بيجي منيح تعت اذا ما اجاك منيح هون بحق لك ترد تجيب او تكون عندك موقف. بس فيني اقول شيء بس ما عليه فيني مش عم صرح اكيد هلا انت ما حتقول لي اي ولا لا بس ممدوح ما بيطول كثير بالبروجرام ما بنعرف خلي نشوف الحلقات يعني مش ما حس حاله محله هالمشكله لانه قال لك في مشاكل كثير يعني حسون شو منتظر من الشاب بيقول لك مثلا يعني لا مش لك ايه معك حق وشو صار مش هو معك لك عم قال لك انه معه حق ما لقى ليك مثله ومثل كثير شباب ما لقوا يلي جايين يعملوه ما لقوا. لألكم شغلة أول شيء في 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 ناس عم يسألوني أنت صديقه لعلي من قبل البرنامج؟ إيه صحيح. أوكي. بس أنا ما بعرف إنه هو مشترك ولا عم تواصل معه ولا أي شيء. أنا فاجأت إنه لا بس عشان ما أكون كمان كذاب أنا لما بعد ما أنا ما قدمت أنا طريقة تقديمي كانت فرح عن طريق فرح السيزون الأول قالت لي إنه كانت عم تصور مع المصور اللي بصوره شادي اللي هو فقالت لي ليش ما تشترك بنصحك تشترك من القصص عم قلت لا ما يعني هم حكوا معي من السيزون الأول وأنا رفضت على هذا الشيء ما بظن انه هذا الشيء مناسبات. قالت لا فوت وحلو بالبقلة حكي دغري. قالت لها خليك تحكي مع المخرج فورا دغري بعد الانستغرام للمخرج دغري المخرج قال اعطيني رقمه واحكي معه. حكى معي قال لي بكره بعمل معك مقابله. حتى مقابله ما عملت اتصل فيني فيديو قال لي تجي اما انا اجرته يومين. بعدين والله رحت لهنيك لما رحت شفنا الوضع بس ماني عارفه انه علي كان موجود. لبعد ما صرت هاد فواحد عن طريق صديقي قال لي انه علاوي هنيك موجود يعني معنا بالمكان. انا بشتغل بمارتر وعلاوي كان يجي على مارتر وانا بشتغل بالموديل فانه بعرفه كان يجي يصور عندي علاوي بالستوديو فمن شي سنتين واكثر بعرفه بس يعني اكثر شيء اخر سنتين انه نشوفه نحكي مع بعض القصص. قال سوري على المقاطعه قال عم بيقولوا لي سيف اذا انت تحت التهديد اغمز. انا ما حدا بيهددني ولك ما حدا بيهددني ما بعرف بس انه في كثير يعني ممدوح. انت كم شخص مصورهم من البروجرام والسيزون 1 عندي بالاستديو قصدي؟ هلا في انه هو في فرح صورت زيهان وداني وانا كنت معهم بالسياره لما كانوا رايحين لعندك على الاستديو. والله بالصبح ولا المساء؟ مساء مساء هن المساء ايه انا ما كنت لانه لا ما هن المساء واللغت شو بك هن اللغت كانت بالمساء واللغى التصوير ممدوح سوري على المقاطعه بدلكم بس سوري بعتذر والله انا ما بقاطع يعني هيك بس لانه عم بيقولوا لي شوف بروفايل ممدوح. اوكي انا قريت شغله بس انه خبرك عنها بعدين يعني هي بالبروفايل مش راكبه يا كبير. مين انا؟ بعدين خبرك. المهم كمل على تيك توك ولا على انستغرام؟ خلاص على التيك توك. هاي عملت لك فولو انا مشان خبرك على التيك توك شو القصه. تمام عملت لك فولو كمان حبيبي. ايه كملوا بعتذر انا قطشتكم كملوا تفضل. لا بس يمكن انت قصدك حسين على كانوا جاي على غير السجن على الاغلب. لا 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 عندك بمارتر كمان عندي ما بعرف. انا على ما كنت موجود بهنيك المساء انا بس مره اجوا الصبح كنت موجود لانه المصور بيكون قاعد انا وقت ما بيكون عندي تصوير بحنا فعلي بطلع. طيب هني فكر العالم فكرت كل العالم انه هو عايش بالشام ما عرفوا انه هو عايش ما عرفوا عليه انه هو عايش بتركيا اذا انتبهتوا. ايه صح هي قالت له انه جاي من سوريا ليشوف هو بتركيا. صح مضبوط حكيت. طيب انتوا شو تعليقكم انتوا لازم تخبروني شلون شفتوا يعني تفصيل. شوف انا لما دخلت بكل صراحه عم بتكلم بكل حياديه انا قلت اجى شخص بكل صراحة بجمال علي بيشبهوا كتير لعلي نفس الستايل تقريبا واتنينتكم موديلين فبتشبهوا بعض. قلت انه البنات حيكونوا كتير يحبوا وانتبهت هالشغلة انه في عندك كاريزما حلوة بس
الدخلة كانت تقيلة لأنه قطعوا كتير من المشاهدات، ما حطوا لك كل شيء، فحسيت الدخلة تقيلة. إن شاء الله أنا بقول بالحلقات اللي جاي حتكون موفقة، بس إن شاء الله إن شاء الله. هلأ أنا رأيي شوي مخالف لخي حسون بعد إذنك، يعني خي ممدوح. أنا أول شيء لقيت الفوتة هي الفوتة الشاب اللي لازم يكون هيك، أنا بنظري لو أنا مشترك بالبرنامج كنت فتت بهالطريقة، لأنه بعدني ما بعرف حدا، ما في إجي لا بدي إجي برواق، بدي إجي برواق. أوكي هلا مثلا دخلت فؤاد كانت شوي هيك بس مهضومة فؤاد، أوكي، بس إنه دخلت شاب بتعبر عن الشخصية، وأنا بما أني بعرف رجال الحمل كيف بيكونوا، أنا بحكي بالأبراج باي ذا واي، بعرف بالأبراج كتير فرجل الحمل هو رجل هيك رزين، يعني هو هيك، يعني هو مش انه والله هو, أنا عم يعني طبعًا هو أنا هيك كل ما بكون انا روحي حلوه مرحه صراحه، انا ما بقول عليه هيك بالضبط، هذا يلي قلته بس ما بعرف انا اكيد ما حروح دغري في كون شو اخبار، يعني انه 100% ما كان ما بعرف يعني انه اكثر من ما يشوفوا حلو اني انا افرح واطرح هالدغري دخلني بين ما المشكلة مسكرة الانفيتيشنز وحياة اختي انا بدي فوتها، يعني بالعكس عم يقولوا لنيفين نحن طالبين، قولوا لنيفين طالبينكم، هي وين نيفين فاتحة؟ لا لا لحظة شوي، هي سكرت لحظة 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 لحظة، لا نيفين مش موجودة، نيفين سكرت نيفين سكرت لأنه قالوا لي نيفين هلا هي ايام بلا بلا فاتحة 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 بس حاطة انفيتيشن اوف فاتحة قالوا لا هيدا مهم. هلا هي ما ليك نيفين بتحب اكتر انه تحكي مع الناس اكتر، ما في كيف انت بتحب احسان تحكي مع الناس اكتر، هي هيك كمان المهم اوكي. فليك شغلة تانية يا خي ممدوح، انا بالنسبة لألي مع احترامي لكل البنات، يعني هن اخواتنا وعلى راسي وكل الاحترام لهم فردا فردا، انتقدناهم ولا ما انتقدناهم كله نفس الشيء، الاحترام واحد، ولكن البنات بالفيلا بدهم شخصية انا بنظري مش رايقة ولا هادية، مش رايقة ولا هادية ولا ستريت، بدهم شخصية تخليهم يلفوا حوالين نفسهم، مزبوط هيك مزبوط، هيدا الشخصية اللي بحبه مزبوط. لو انتبه هيك شخصية إذا فاتت كلهم هقول لك إيه هيدا ما بتقرب ما بقرب عليه ما بقرب عليه، وآخر شيء بتلاقيهم كلهم بالدنيا مزبوط معك حق مزبوط. فليه التناقض؟ ما هو هيدا التناقض، وآخر شيء بيقولوا إيه بحبوا الشاب التوكسيك، صح اللي قاله مزبوط إخواتي بحبوا الشاب التوكسيك، فعشان هيك يعني الشاب رواق وستريت فور. طب ما عليه خي انا بدي احكي بشغله، هيدا فارس كان كتير ستريت فور، انت ممدوح ما طب ما لحقت تتعرف على فارس بالفيلا ما بعرف اذا برا، بس هيدا فارس كان ستريت فورورد كتير، وشو اخذ اخر شيء؟ شو اخذ؟ اساله شو اخذ؟ نفس الشيء طارق، انت لحقته لطارق، طارق كان وصل لمرحله طارق قال لك انا ما بقى فهمان شيء، انا ما بقى فهمان شيء، قال لك طارق قال انه بده يكون بشخصيتها بوجهها بنفسيتها بتعامل مع، يعني بدهم واحدة مرتبه شخصيه مرتبه ملزومه، ما يعني انت بقى بدي واحدة بجوز انه عجب بشكلها بس نفسيتها ما تكون، بجوز انه عجب بشخصيتها بس شكل مو هيك، فهنا بدهم كل شيء كامل مكمل. لحظه حتى سامي كمان، لحظه مشان ما نقلل سامي كمان، سامي كانت كتير ستريت كتير مش شوي كتير، يعني اذا بدي لك اكتر شاب ملتزم سامي، اكتر شاب بين الشباب هيك ستريت حسه راكز وما في عنده حركات يمين شمال سامي. هلا عم بيقولوا لي بالتعليقات، وهي انا صراحه كاتبها نوت عني، شو رايك يا حسون؟ طبعا انت ما لحقت يا ممدوح اللقطه لانه كانت اللقطه قبل ما انت تجي بشوي، اوكي حسون شو رايك بحضن نيفين العلاوي؟ يعني أنا ما بعرف واتس وات ذا وات، هيدي وات ذا وات، أنا ما لا ممدوح شايفها على التي في من جوا صراحة وات ذا وات، ما شفتها أنا بس سمعت هلا كتبوا لي قالوا إنه شو رأيك وأنا ما انتبهت. لا عادي ليك رح أقول لك شغلة سيف، إنه هو يلي راح لعندها لنيفين وعبطها لأنه كانت عم تبكي لا
لا لا يا حسين هي ايش لعنده. لا لا انا شفته هي ايش لعنده. شو بس في علي بينبكى على على صدره يعني ما في ما في طبعا يعني. طبعا علاوي ما في اوكي علاوي على راسه وعيني يا اخي عيش وسبنا عيش يا علاوي. لحظه اول شغله اول شغله قبل ما اجاوب على هي بس عندي 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 سؤالين عم يسالوني حرقوا سلافي الخاتم شو من شو شو قصته اي واحد هاد بتشوفه بالحلقات هلا هقول لك هيقول بالحلقه لا ما عندي في الحلقات هلا فؤاد سألني قال لي أنا كان شفت الحلقة ونفتن لهلا بيودي إنه ما قلت لنا القصة قلت له القصة أنا أول ما منزل إحنا على تركيا من زمان أنا جاي من 10 سنين إذا بتشتغل بأي مكان معين وقت بتقول لهم إنك أنت مخطوب أو متجوز غير وقت تكون إنك عزاب بيعطيك راتب بيحن عليك بيعطيك راتب أعلى فلقيته إنه المكان أنا كنت أروح له كان بيشتغل فيه صديقي قال لي إذا قلت له إنه أنت متجوز أو خاطب هيعطيك راتب يعني إنه بيفرق عن الراتب العادي فقال خلاص حطيتها بخاطر ورحت قلت له أنا متجوز وخاطب وصرت خلاص أحكي مع خطيبتي على مع واحدة على أساس خطيبتي ورجعت الصورة خلاص عادي هنا البنات مو بس شباب يعني هو من المكان أيوه ومشيت القصة فمن وقتها حطيته ما عاد شفته أبدا فصرت أي أنت ما عمل علاقات أو أي حدا أتعرف عليه والله في له قصة هذاش مبتخلعه والله في له قصة الله اكبر بس عارف بس خلص وعجد ما عاد طلع من ايدي ابدا. طيب السؤال الثاني ممدوح والله يا ممدوح كان كنت لازم انت تعاصر دعاء يا اذا انت ودعاء والله العظيم على فكره ممدوح بحس من الشخصيات اللي بيحتوي حدا مثل دعاء تعرفها لدعاء بحس لو كنت انت عاصرتها بالفيلا والله لانه عرفت كيف شخصيته رواق فبتحسه يعني بيحتويها على فكرة أنا برأيي بدي حدا يحتويها بالضبط أنا قلت له صح صح أنا قلت له إنه هي قاعد إنه عم استنى وانتظر الشفاء أنا كنت عم شوف إنه سألوني هلا أنا كنت نقيت دعاء لو كان ضلت اخترتها وكنت أعرف أتصرف معه لأنه خلص عرفت هي شو بدها أنا مالي مثل مثلا ما حأكلنا على علاوي بس أنا مو مثل شخصية علاوي أنا إيه كل واحد عنده شخصية أكيد أكيد فشخصيتي برأيي إنه حنتوافق أنا وياها لو إنه هي عندها غيرة زايدة أو شغلات بس أنا ممكن أنا أتقبلك حلو ليك سؤال الثاني ممدوح سألوني فيك تجاوب فيك ما تجاوب هل أنت بتكون من أصدقاء من أصدقاء وجدان عندك مشاكل شيء مع وجدان ولا لا كله تمام لا كله تمام ما عندي أنا بوضح لك السؤال بس عشان هو يمكن حسين قال لك إياه بطريقة محترمة من الآخر خي محمود معي حزب من الآخر يعني مش محمود على ممدوح عفوا على فكرة أنا غلطت الشغل اللي أنت قلتها بالحلقة اليوم إنه ما حدا قال لي محمود سوري واعتذر خي محمود اللي محمود أوكي. ما في مشكلة راسي تعودت بالقصة بس خلاص حسيت محمود أنا ممدوح اي حزب انا قلت له امبارح فتحت لايف وانا بفتح والله بفتح انستغرام بس الانستغرام الجيزلي ما بشوفه اوقات ففتحت وشفت عم اقول لك يعني عجبت في كثير مدح وفي كثير ذم وانتقادات اذا بتكون مع هذا الحزب احنا رح نحضره ونحن نحن في غلط كمان واذا كنت مع هذا الحزب خلاص يا جماعه تعادوا عقلين على نيفين عرفوا علي شوفوا انا حبوني الي شو بدي بهذا شو بدي بأي حدا من الأشخاص طلع شوفوا ممدوح حبيته تعالوا أهلا وسهلا ما حبيته خلاص مع السلامة إنه ليش بكون ضموني لأي حزب لو كنت أنا مع الحزب اللي هو لازم يكون حزب إنه إجبار بدي يكون يا هون يا هون حسب بس أنا الشخص اللي معه حكون معه مثلا مزبوط إذا كنت مع أنا حكون ضد هذا بس مو قصدي يكون ضد هذا أو ما عندي مشكلة مع هذا الحزب بس أنا ضليت مع هذا لأنه هن خلاص بحزب هون بمكان هاي الفكرة ممدوح مو ضد أي مشاكل مع هذا ممدوح حتضلك هيك يعني انت مثل ما شفناك هلا هيك رواق حتضلك هيك رواق ولا في مشاكل وقصص يعني رأي انا نوعا ما اوكي بجوز صراحة يعني اذا هيك ما مكانك مش اسمه نصيب للأمانة يعني للأمانة والله لا لا طارق عصب طارق خلص وصل المرحلة خلص فات بالمعمعات بس بعد امتين طول كتير بس بعد انت بعد قديش بعد فترة انا اجيت بالفترة الاخيرة تمام بعد 45 حلقة تمام يعني عليك فأنا كمان آخر حلقات بلشت أنضج يعني الحشيشة تطلع بس أنت خلاص خلاص البرنامج ما عاد في طعمه إنه أعمل أي رياكشن أو أي شيء يعني بالكومنتات عم بيقولوا لي عملوا لي جيب نيفين جيب أول شيء نيفين ممكن هي ما أجت ما أنا ما بعت لها بس هي مسكرة إنفيتيشن هي أولا تانيا يعني بدي جيب نيفين وأحكيها على حضن علي وممدوح قاعد يعني معنا ما مش فاهم إخواتي يعني بالعقل
يكون واحد عنده ذوق، يكون واحد عنده ذوق شوي لعندي. هلا انت حنشوفك يعني مثلا او بندون شو حنشوفك انت من بعد الفيلا الاقرب لك، يعني بعرف كلهم اصدقائك وكلهم مقربين وكل شيء، بس الاقرب لك مين كان بعد الشباب ولا كشباب؟ كشباب لا كشباب انا شوف انا اصدقاء يعني كنت احكي معهم، هلا اقول انه علاوي صديقي من قبل، بس انا كنت اقرب البرنامج مع طارق وادم. اوكي يعني عرفتوا اي حزب؟ اوكي عرفتوا اي حزب اوكي. ترى انا اسئلتي تريكي بدك تتعود علي انا بس لا مو ضد اي حدا، انا يعني على صديقي ونيكولاس وفؤاد ويعني كلهم بحكي معهم، ما عندي اي عداوه. في شخص كمان ما راح نحكي اسمه كمان هذا صديقي كمان، لكن بتعرف بتعرف شو مشكلته علاوي؟ بتعرف شو مشكلته؟ ما فيك ما تحبه، ما فيك ما تحبه. والله العظيم ما فيك ما تحبه، يعني لو مرات بيعمل أغلب ما فيك ما تحبه، ما فيك ما فيك ما فيك كلامه هيك والله ما فيك. وطريقة كلامه العراقية بده حبيبي ومدري شو وهيك أحترمك، فبحس إنه مزبوط حلو كلامه. يا عم في ناس إخواتي أنتوا إذا تعرفتوا على شخصية مثل شخصية علي بالحياة الطبيعية ما فيك ما تحبيه، يعني ما فيك شخص هيك يعني مهضوم بيعمل جو بيضحك قصص يعني بصراحة. هلا اوكي في امور يمكن انتم بتشوفوها غلط، كلنا جل ما الله يخطئ كلنا بنغلط كلنا بنغلط كلنا بنغلط اوكي، ولكن يعني ما فيكم كلنا بنجتمع انه علاوي بيضحك علاوي نعنوش فؤاد نفس الشيء اوكي، بس انه علاوي ستايله بالضحك غير ستايل فؤاد، ستايل فؤاد على معتر فؤاد يعني بيروح مرات بيجيب العيد يعني. علاوي بيمزح بس ما بيجيب العيد، يعرف يعني ما يجيب العيد يعني اوكي. يعني بالنهاية يعني حلو البرنامج يكون في يعني ضحك اوكي. تقول لي عم فارس، فارس يعني الترتيب عم قلت له، قلت له ترتيب ستريت فورورد جاي يحب يعني ما مش جاي يضحك، عرفتوا كيف؟ ما في كنت أقارنه شخصية فارس بشخصية علاوي، علاوي شخصيته شيء وفارس شخصيته شيء اوكي. كمل كمل شيء على ال شو اسمه هذا اسمه نصيب بلاس ولا بعد تحكي معي؟ ايه طلبوك على اسمه نصيب بلاس ولا بعد؟ لا لا انا ما طلعوا اليوم اول حلقه، اكيد ما راح يطلبوني لسه ما طلعت انا. هلا ما بتعرف جزء بعدين ما طلبوني لحد الان، اذا طلبوك حتروح اكيد عادي. بروح ما بعرف انا بحسه ما بروح بس يعني ممدوح حسب. هلا بدي اشوف شو بده يصير بعدين، بس ما مبين واكيد لا بجوز روح يعني بصراحه والله روح روح بالعكس على بالعكس انا يعني أنا اكيد هذا رايك الاخير. انا اللي باسطنبول فممكن روح انه باسطنبول اروح لا روح اكيد يعني مش اذا مش حتف... سفره روح روح يعني واسال حسين شو بدك تقول له، هو حيروح على اسمه شو بتعطيه نصيحه اسمه نصيب بلس شو بتعطيه نصيحه حسين شو هيك؟ لا ما لا لانه حسين كتير معجب بالبرنامج يعني انا يعني بيتابعه قبل ما ينزل بدقيقه. شوف انا بقول لك بس في عندك هونيك دببه بس انتبه منه. اوه يقصف ولا يبالي حسين، يقصف ولا يبالي بس تنتبه منه كتير معلم. خلص اتركوا للصبي يا حسين، والله عم بعطي نصايح اصمم يعني. بالله عم بعطي نصايح والمصحف هو ما بيعرف بس انه من... لا بيعرف مش هو بيعرف بيعرفهم كلهم. ليك بدي اسال سؤال والله ممدوح انت بطلع. هل تعرف ادم ولا لا؟ ادم بالبرنامج بعرفه من قبل أدهم. ما بعرفه ادهم ادهم ايه بعرفه الادهم تعرفه من البر... من من ورا العشاء اللي صار وهو كان معكم ولا لا تعرفه من قبل؟ اي عشاء قصدك؟ لما خلص البرنامج وكلكم اتجمعتوا وتعشيتوا كلكم سوا؟ لا بعرفه انا من انا من قبل كنت مو انا بشغل موديل فكنت مع شركه عطور تنمر عميل هو كان موجود كمان نفس الاعلان بس هو انه ستايل عطر وانا ستايل ثاني كيف فسمعت معه بهذيك الفتره صح يعني تابعنا بعض. كيف تنسوا لادهم؟ محترم ادهم ما في منه حلو حلو ادهم ما في منه
صراحة لك ممدوح يعني حسام من أكثر المعجبين بأدهم. والله العظيم يا سيف والله قسما بالله في ناس فاتوا علقونا أنا وياه، والله العظيم هو كويس إنسان محترم. لا 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 ما في هلا ما في شيء، بس كان فيه بطل فيه. المشكلة هو عن جد أدهم والله أنت بتعرف يا سيف إنه هو محترم، بين إنسان محترم. أنا والله للأمانة أنا ما بعرفه، ما أكذب عليك أنا ما بعرفه. هو محترم بس المشكلة اللي صارت إنه في هو ركض وراء أشخاص، ركض وراء أشخاص. خلاص هي هو عن جد إنسان كتير محترم والله، ما بقدر نتكلم عنه إلا بالأخلاق، وحتى خيه محترم. يا خلوق يا حسان لك روح يا كل الكومنتات كفو حسان، كل الكومنتات كفو حسان. بس والله العالم كله هلا تسبني، يلا روح حبيبي فهودي حبيبي. على فكره في شاب اليوم طلعت يعني كنت بجست بفانز معين، ما راح نسمي فانز لمين، في شاب صراحه عراقي اسمه فهود. صراحه هالشاب هالشخص انا ما شفت حدا حيادي قده، ما شفت حدا قراءه لدرجه انه مرات يقول شيء عن اشي انا حاكيه وهيك انا فكرت فيها بلحظتها. صراحة رأوا هالشاب عن جد يعني عن جد ليك بوجه له تحية من هون، يعني من حقه انه يسمع هذا الشيء. بتحبه لسامي؟ مين انا؟ يعني انه ما عندك مشاكل انت وياه؟ ما عندي مشاكل لا والله، يعني انه ما شفت منه هناك الا كل الاحترام. هلا شوف انا بصراحة لأحكيك مع اي اشخاص انا بواجه اي حدا كل واحد انا بحترمه فهو مجبور على انه يحترمني طبعا احترام واجب طبعا. فما عملت معهم اي شيء ساعتها اذا هن وجهوني اي شيء ساعتها بكون 100% لاقوا الرد. اكيد 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 كل واحد بده كل الاحترام، هن بادروني الاحترام صراحه. ابو الريم ما حدا مثلك يا ابو الريم انت. حلو سوري انا عندي مشاكل مع غيري يعني ما لي علاقه. 100% 100% كل واحد عنده اسبابه الخاصه. اكيد اكيد مظبوط، وصار في احزاب وصار في مشاكل هذا كله كله انا بالغنى عنه صراحه. لا انا ليش عم بقول لك؟ لانه سامي يعني كانوا بده في ناس طلعوا حكيوا عنه بال اسمه نصيب بلس، فاذا انا بنصحك تروح لانه اذا ما رحت حيحكوا عليك. روح يحكوا معك احسن ما يحكوا عليك. قال روح عمي يحكوا معك احسن ما يحكوا عليك. روح لانه لا والله ليك بصراحه يعني احكي عليه لانه انا ما هو هيك ما الناس اللي ما عندهم مشاكل مثلا ممدوح شكله ما عنده مشاكل مع حدا يعني، فما بعتقد تكون مقابلته مزعجه معهم. ما بحس يعني مقابلته حتكون مزعجه، لا بالعكس. مين اقرب صديق لك خارج البرنامج؟ بس هن ما قال لك ادم وطارق. لا خارج البرنامج قلت لك ادم وطارق. اوكي اوكي يعني حاليا عم بحكي معه اكثر شيء طارق و ممدوح كان كم عمرك؟ على فكره كل العالم العربي عرف ممدوح قد كم عمره يعني. اذا انا وحسين عرفنا قد عمره. قصدك انا انا عمري 36. اوكي طيب ممدوح هلا انت بنظرك لما فتت الفايبس اللي اخذتها يعني الجو العمومي كان عن جد حب ولا لا اكثر انتو مشاكل؟ لا اكثر مشاكل، المشاكل مغطية فعليا. مظبوط اي والله يعني كنت انا حاضر. ضليت اقول وكنت ضليت بتشوفوا يعني انا بعرف انه السيزون الاول كان في مشاكل بس مو لهالدرجة، هن بيشوفوا هذا الشيء نحن ما صار في عنا كل هالقد وغاطي كلام كثير في شغلات كثير بيقصوها. مظبوط يعني انا ما متوقع معقول انا قاعد مع واحد طول النهار وهلا كيف عم اشرب معه قهوه او شيء دغري فجاه رحت لهنيك حكيت عليه او بعدين نزلت له يعني شو وين قاعد والله العظيم ما شفته بحياتي انا انا ما عشرت هيك مزبوط مزبوط اذا عشرت حدا ما بكون بهذا المكان بس هذا مجبور عليه يكون بهذا المكان يعني ما عم بحكي على حدا حرام كلنا ايه بس هذا اللي حصل هذا اللي حصل مظبوط هذا الشيء اللي صار هلا انا اذا كانوا عم يعملوا شو ولا ترند ولا حدا طالب منه ما بعرف بس عم بحكي انه هذا اللي صار انا هلا بساله اخواتي ممدوح في سؤال انا حبيته شخصيا انت لما نقيت اليوم شفنا بالحلقه انك انت نقيت نيفين وميا هل انت نقيتهم وانت مش عارف مين الكابل ومين السنجل ولا لا كنت عارف مين الكابل ومين السنجل وعلى الاساس نقيت بين السناجل بيعرف. لا
لا أنا كنت عارف إنه لأنه لو ما فيك تغيرت شوي. وهنا يكمن السؤال. مزبوط. وهنا يكمن السؤال، لو ما حد، لو كل البنات سنجل عن جد وما حدا حيزعل، واخواتي اللي بيزعل او بيحكي شي كلمه لممدوح والله لا ادعس. وانا مين بتنقي؟ هلا خلي الزلم يحكي على رواق. خليني احكي خلاص. ايوه تفضل خي ممدوح. انا طبعا مع احترامي لمي ونيفي انا اخترتهم لانه عن جد انه بالفعل. انا شوف ليش اخترت مي، احكي اول شيء اللي اخترتهم. اخترت ميا اول ما اجيت هي اللي عم تحكي معي كانت، وهيك ميا اسلوب حديثها حلو بتفوت دغري بالحديث معك وبترتاح لانت هيك حبابه وبتحكي معك ودون اي قيود، او بتحس انك انت عم شو بدي اقول لك انه هيك عم تخاف تحكي الكاميرا، لا هيك تحكي بعفويه هي شغله فلفتني ميا. ثاني شيء نيفين كمان وقت كانت عم تحكي معي هيك شخصيتها وطريقه حكيها وقت عم تسال ريتا فحسيت هيك عندها وزان بحكيها فكمان وتفصيلة وهي حلوة فلفتتني. الباقي ما كانوا عم يحكوا أو يعني عادي، حتى زكية لفتت انتباهي وقت كانت عم تحكي سألتني عن الأبراج كمان وكان في اهتمام، وجدان جابت تنزقها كمان لفتت انتباهي. بس في بنات ما كانوا عم يبادرون تمام، ما عم يبادروا بس كنت عم بطلع عليهم أنا، فقلت حالي هن مشغولين بعلاقاتهم. بس انا قصدي اذا ما حدا حكي، هيدا اللي قصدي، لو ما حدا حكي، لو فتت والبنات لقيتهم صامتين وصافين هيك صف، يعني اذا انت حتنقى بنتين على اساس الشكل، انا هيك بكون عم اقول لك على اساس الشكل، على اساس الشكل على اساس الشكل فقط من دون حكي. يعني شاهيناز وجدان رحله. هلا هيك المغرب العربي راضي عليك يا ممدوح، المغرب العربي راضي عليك يا ممدوح. ترتون عن كمان أشكالهم حلوة، ما عم نحكي إنه بس شخصياتهم شكلهم، بس في منهم. أنا بتعرف ليش ما اخترت شاهيناز؟ ليش؟ عشان علاوي. هلا أنا نقيت وجدان بين الأربعة، بس كمان شاهيناز ما أبدا اخترتها لأنه هي مع علاوي أول شيء. بكون علاوي طلع فيك هيك قال لك هاي. على احتراما لصديقي، بس قيمة البرنامج، البرنامج بيسمح لك انك انت تعمل هالشيء. بركي انا ما بعرف اذا هن علاقتهم حقيقيه او شو، ما شفت شيء منهم، كان فيني انه اشوفها اتعرف عليها. بس هي كمان يعني انه باين البنت ما بتطلع، يعني في بنات لو مع علاقه بس بتلاقيهم عم يتطلعوا فيك او اي شيء، بس هي ما عم تطلع معك ابدا، خلص هي مشغوله بعلي، فخلص انا احترمت هذا الشيء. يعني باين شاهيناز عم تعطي الحب والاحترام لعلي، فانا ليش حتى افوت بيناتهم وخرب بيناتهم؟ برافو ممدوح. وعلى فكره ممدوح مش بس لما جيت انت، عن جد بالبرنامج كله كان في التزام كتير قوي من شاهيناز لعلي، كان في التزام بأقل وأقل أضعف الأشياء صراحة. لهالأساس علاوي ضل محارب للأخير. ليك بدي أقول شغلي كمان سيف، امبارح علي ب 16 دقيقة كان عنده تقريبا 16 ألف مشاهدة بخمس دقائق. ايه باللايف عنده خمس دقائق كان عنده 16 ألف مشترك. تمام زلعان. شو السؤال؟ على فكرة أنا ناطر معه السؤال. مش سؤال. أنا ممدوح It's like okay. لا لأنه نحن دائما بنتكلم إنه مثلا وجدان عنده مشاهدات، سامي وكذا وسفيرس، فالجمهور عم يقل العراقي ليز قول إنه مبارح علي كان عنده مبارح 16 ألف مشاهدة بخمس دقائق، فيخ زلعان. أصلا على فكرة اليوم في كتير فيديوهات إكسبلور طالع انه علي، انا شفته يعني جو مريح. ايه عم يقولوا لي جو مريح لممدوح. ايه والله جو مريح. بس ممدوح مين بتلاقي كان افضل كابل بقلب البرنامج تقريبا؟ هلا ما في، هلا يعني حاليا بالموجودين انه ما فينا نحكي عن اللي بنصير. مزبوط ما في يحكي. مزبوط هاي الفكره ما في. طيب انا بدي اقول لكم تصبحوا الف خير، انا من الساعه 11 بيت. اوف عن جد؟ والله العظيم ما شاء الله عليك. ممدوح انا كثير تشرفت بمعرفتك واكيد رح نطلع ليتي. والله ثانك يو لك. على راسي ناطر منكم انتقادات. ايه بحكي ثانك يو لك. على راسي ثانك يو. يا ريت انا بحترم كل اي شيء، ما عندي اي حبيبي. لا على راسي والله. شكرا لك يا حبيبي.